السلام عليكم ورحمة الله. الأمن يبحث في اتهامات لموظفي الشرطة. أفادت مصادر مطلعة بأن ولاية أمن الرباط اطلعت على تسجيلين منشورين في مواقع التواصل الاجتماعي مرفقين بتعليقات تنسب اتهامات لموظفي الشرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات. وأضافت المصادر أن الحرص على استجلاء الحقيقة كاملة والتحقق من الوقائع المفترضة المضمنة في هذين التسجيلين دفع مصالح ولاية أمن الرباط إلى إشعار النيابة العامة المختصة والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في هذه القضية. وعليه فإن ولاية أمن الرباط تشدد على أن مصالح الأمن الوطني سوف ترتب التدابير اللازمة على ضوء نتائج البحث بعد الاطلاع على التسجيلات الكاملة بدون بتر أو تحريف من سياقها العام، وبعد إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة والاستماع إلى جميع الأطراف. فلوس لفلوس لفلوس لفلوس، ما عنديش النمرة ديالها. شحال دات شحال دات شحال دات كاع النمره ديالها ما عندهاش. شوف الامانه ديالكم نتوما غتوصلكم شحال كيسول الامانه شحال غنجيب لكم. لا غير ديال الامانه لا 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 غنجبدها او وحده تقولها وقسم بلا حلف واشري شحال نجبدك منهم هما هما وابعد مني انا نجبدك منهم انا نجبدك منهم انت عاد تضرب الكاميرا انا نجبدك 500 درهم ديالك منهم 500 درهم عيط على سميتها عيط على شكون؟ عيط على هذيك الزوبعه قول علاش درتي ليه التنازل؟ الزوبعه الزوبعه علاش درتي ليه التنازل؟ اين الزوبعه هذيك قرده التليفون ما دخلتش فيها الزوبعه 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 ولا ملي انتيا انا غنشجع في الاوديوات غتسمع ولا ملي انتيا في الاوامر ما درقيتهمش انت ما درقيتهمش اخي عبدو